لازم ما تتضايقيش مني بقى، خلينا فاهمك. طب انا طلبت منك تسيبي العربيه دي. انت ما طلبتش يا حسين، انت امرتني. انت مع نفسك كده قررت تطلعني من موضوع العربيه، وده مش من حقك اساسا. يا بنت انت العربيه دي زيها زي اي زبون عندك خسرتيه. اعتبري نفسك خسرتي زبون. زبون؟ انت شايف ان انا بعاملك كزبون يا حسين؟ مش شايف ان انا معتبره العربيه دي حلمنا احنا الاثنين ومشروعنا مع بعض؟ طالما الموضوع زي ما حكيت لك بقى خطر، انا والله العظيم بعمل كده عشان خايف عليك. بس انا مش خايفه يا حسين، انا مش خايفه، انا عايزه ابقى معاك، عايزه انا نبقى مع بعض، عايزه اقف معاك في كل حاجه، في الفشل في النجاح في كله. ده هيخلينا نقرب لبعض يا حسين، وهيخلي عندنا قصص تتحكي. طالما قصص يا لان يا بنت، دي مش ستوري هتنزليها على انستا ولا الفيس، ده حوارات وصلت لقتل ابويا، حوارات ما فيهاش الهزار والهبل بتاع السوشيال ميديا بتاعتك دي. يعني انا هبله يا حسين؟ ودلوقتي السوشيال ميديا بقت وحشه؟ على فكره السوشيال ميديا دي اللي نجحت عربيتك. قصدك ايه اللي فتحت عين سنقه على عربيتي؟ ولا انت فاكره ان الفيديو اللي انت عملتيه ده جاب مشاهدات واتشهرنا انا وانت؟ فوق يا لما والنبي فوق، في حياه ودنيا بره السوشيال ميديا اللي انت عايشه نفسك فيها دي. انت خلاص بقيت شايفني مغيبه وعايشه بره الواقع. بس انت عارف ليه؟ عشان انت عايز تمشي اللي في دماغك وخلاص. لا يا لما دي الحقيقه. زلي انت على الارض شويه. حياتك بقت كلها حوالين المشاهدات واللايكات. يعني لو بطت النت في تليفونك خلصت حياتك خلصت.